شو رح تحضروا الليلة بقربة تنحل؟ شو هي عقوبة تبييض الأموال؟ عن جد مش معقول هالياس أبو صعب شو طيب. نبدأ تبلش المدرسة ولازم نتحضر. كبير العيلة شبعنا مهضومة نوال مهضومة يخرب ذوقك حتى نطلبها. كيف الفحص؟ شو بدي طمن يا طمن يا أساس طارق؟ شو بدي طمن؟ ستريد وجرير اللي عم شوفه. وطلعنا بيا شو بعدك قاعد عم تعمل هون مش قادر توصل له؟ خلص ماشي. قالوا بده وظيفة. لحظة ليه عم تحكيني بطريقة رور بوت زندك ندفة؟ حياتي شو في؟ حياتي شو يا قلبي؟ شو هي عقوبة تبييض الأموال؟ تبييض الأموال؟ مثلا كمش الواحد أكيد حبس ما بعرف قديه بس أكيد بينحبس. حياتي دخيلك دخيلك يا حبيبتي ما تشتكي علي ما بدي الحبس دخيلك. لحظة شوي ليش أنت عم تبيض أموال؟ يي من أمتين هيدي؟ من امبارح الظهر. من امبارح الظهر عم تبيض أموال؟ كيف هيدي؟ قديش بيضت أموال؟ لحظة امبارح كان في 1500 دولار بجيبة بنطلونك بدون ما انتبه حطيتهم بالغسالة صاروا بيض. 1500 دولار يا كلب فوتيهم بالغسالة؟ عن جد مش معقول هالياس أبو صعب شو طيب. طيب دقتي سألتك هلا قصدي طيب إنه مهضوم ولذيذ ومتعاون وهيك. لي ما سمعته شو قال على التلفزيون؟ لا ما سمعته. يي قال بده يقلل أيام المدرسة تقريبا شي 40 يوم وبده يزيد الفرصة السنوية كتير بده يطولها وبده يقلل نسبة الدرس بنسبة 30%. لك شو بك؟ إنه الولاد أكيد رح ينبسطوا. قلتيلي بده يقلل نسبة الدرس 40 يوم؟ يعني معناتها بدك تاخدي فرصة من شغلك 40 يوم لتبقي مع الولاد؟ يعني شحطوكي لأنه مش هيقبلوا بهيدا الوضع. بعدين عامل عطلة كبيرة بنص السنة الدراسية؟ يعني معناتها بدك تظهري الولاد وبدك تاخديهم باركات ومولات ومطاعم ومسابح وعهدايا وما هدايا. يعني طير لي معاش بأكل الهوى. بعدين دخليك تقليل نسبة الدرس وزيادة الفرص ايه وتقليل 40 يوم مش مفروض تلقائيا كمان تقليل نسبة الأقساط ولا هيديك بتناسب الإدارة وهيدي لا؟ قلتيلي طيوب؟ إنه كان قصدي إنه شكله طيوب شكله. إنتي طيوبة ناسي. الزبالة راجعة عالطرقات. طمني حكيم كيف الفحص؟ شو بدي طمن يا طمن يا أساس طارق؟ شو بدي طمن؟ ستريد وجرير اللي عم شوفه.
كوليسترول عالي، تريجليسيريد عالي، زليل عالي، الملوحات بالدم عالية. شو هذا؟ يعني كله فوق المعدل صار، كله صار كله فوق المعدل. تري دانجورو. طيب طيب شو لازم اعمل حكيم؟ بتنتبه كثير منيح صار، كثير منيح بتتوقع، كثير منيح بتوقف نشويات جلوتين، كل شيء مشتقات الجلوتين، الحبوب، خبز، معكرونه، طحين، بدك تنسيهم هول. طب رز؟ رز كمان، حلويات بدك تدفنهم للحلويات، بدك تودع شيء اسمه حلويات. مقالي باي، مقالي باي باي، سمك، باذنجان، بطاطا مقليه، أرنبيط مقلي، هول كلهم بدنا ننسيهم. كوسه مقليه، كوسه مقليه باي كمان، ناكس عم تساعدني. طب شاورما كمان باي. شو شاورما؟ شاورما ليك صدرك انت، ليك صدرك يا سارة، ليك كبدك يا سارة، مشروب ودخان بدنا نودعهم كمان. شو هيدا؟ شو هيدا؟ وعمى؟ كل هول حكيم؟ مشروب ودخان و... طب شو باكل انا؟ طيب حكيم؟ بحال بحال ما وقفتن هول، شو اقصى شي ممكن يسري؟ معقول ما توقفهم يعني؟ بتوقفهم يا سارة؟ في حال ما وقفتهم، وإذا الله بحبك، إذا الله بحبك بتعيش بعد، حسب الخصال بتعيش بعد 10 سنين استاذ. طيب شو بتأمرنا حكيم؟ شو بتأمرنا؟ قديش بتريد؟ عم بحكيك، عم بعطيك شو بدك توقف أكل، وبدي أعطيك دواء كمان، عم بقلك ماكسيموم بعد بتعيش 10 سنين. بتقلي شو بريد؟ والله يا حكيم حسب ما تنطحت حضرتك وقلت إنه إذا ما وقفتهم هول بدي 10 سنين لموت، بس إذا وقفتهم حكيم من هلأ لعشية بموت فقع بلاهم. قديش بتأمر حكيم؟ يعني أشرف لي، أشرف لي تيجي الجندرمة تاخدني ولا كفي معكم هالمسلسل؟ لا كريم، كريم لا تتركني كريم. ولك بتستاهلي انتي وياه. إلعي خلصي ميسر، خلصي اطلعي من حياتي. إلعي إلعي اختي فاطمة، اختي فاطمة، اختي شو بعد؟ اختي انا كتير فخور فيك، كتير مبسوط منك اختي، غتصبوكي 4 وصرت مصورة 100 حلقة وقدري توقفي عجلك ويطلع صوتك. برافو اختي، برافو. نلعسكوت نلعسكوت انت وياها، مو ملاحظين انه نهاية المسلسل كانت كتير سخيفة؟ قولي على قولتي، قولي ما تعتلو هم بالموسم الجديد من المسلسل حيغتصبوني 3 كرمال الاكشن. ايه اختي، ايه اختي، بصير بدلك انا وياك المغتصبين. اكيد كل العالم عم يسبسبوا لنا، وخصوصي اللبنانية. عشو بدي يسبوا لنا اللبنانية؟ ها بشو هني احسن منا؟ ها انقلعي ميسر، خلصي ميسر، انقلعي انقلعي ميسر، خلصي انقلعي انت. جماعة صار لهم سنة عم بيتابعونا وبالاخر نعطيهم هذه النهاية البايخة. قولي قولي، ما نحن صرنا من 73 عم نحضر لهم مسلسلهم ولساتهم من دون نهاية، مين بيكون احسن نحن ولا هني؟ ها هني 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 ميسر، هني اختي هني احلى منا، هني اختي. ولكن صد انت، اغتصبوني اختي، اغتصبوني. هيك عم تعلم حالك، روقي شوي. خلص انا هون هيدا ما بعه بالبيت. جيبي لي المكنسه، جيب لك المكنسه، روح جيبها انت، روح انا ما بنزل من هون. طب وين هي؟ ما بعرف وين، انا مش علي دخل. لك المكنسه وين هي؟ وين حاطه المكنسه؟ قتلتها. تعي شوفي قتلتها. اكيد. وشو اكيد حية؟ قتلتها. ايه؟ مش حرام عليك يا بلا قلب؟ ولك كتفو عليك، ولك كيف بتقتلها ولا؟ ولا حرام ولا؟ حرام عليك كيف تقتلها؟ مش حرام تقتلها. كتفو عليك، كتفو عليك، وبطيقك. لا.
مش حرام واحد يقتل هيك حيوان عنده روح؟ شو بلا قلب؟ زبالة راجعة عالطرقات. نوعش هالفيديو اللي منزلتيه هيدا تبع كبير العيلة مشبعنا كبير حلو كتير بجنني. بس لاحظت انا فيه غلطة اخراجية مش هناك عم تلفني. سبحان الله كيف هالعالم عم يتغير. من زمان حكمونا الأتراك والفرنسوية وكان في بيت شمبلاط وشميل وأرسلان وفرنجية. من زمان كان في عنا ترامواي بلبنان وكان في بيت شمبلاط وشميل وأرسلان وفرنجية. من زمان كان في ترين سكي بلبنان وكان في بيت شمبلاط وشميل وأرسلان وفرنجية. من زمان كنا نتصور وتطلع الصورة أبيض وأسود وكان في بيت شمبلاط وشميل وأرسلان وفرنجية. من زمان حكمونا السورية وكان في بيت شمبلاط وشميل وأرسلان وفرنجية. اليوم كل شي تغير وبعدهم بيت شمبلاط وشميل وأرسلان وفرنجية وزيد عليهم بيت شعجع وبري وعون والحريري. شو هيدا الفيديا؟ الدليل على انه بيت البري ما بيجوع حدا. يأسف عمرك يا نوال. بلا اكل جوعناكم. يي يي بيت البري ما بيجوع حدا. لا طبعا الله يخلي كبير العائله. ايه كبير العائله مشبعنا. مهضومه نوال مهضومه. يخرب ذوقك حتى نطلبها. نوال 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 الو هاي نوال صافية العمورة معك. يي وانا اشتقت لك كثير لبقت لك الام تي فين مبروك. نوال شو هالفيديو اللي منزلتيه هيدا تبع كبير العائلة مشبعنا كبير حلو كتير بجنني. بس لاحظت انا فيه غلطة اخراجية مش هناك عم تلفن لك. بعرف بعرف. ولك يا حبيبتي باشا انا ما بفهم بعرف انه انت مصورتي ومش برا وهيك بس مش هان الغلطة. الغلطة بالمانيو انه انت حاطة المانيو هو الاكل مش مزبوط. ايه لازم تغير المانيو لانه مزبوط هو كبير العائلة مشبعنا بس مش منفع من غير مطرح. عرفت على مطرح عم بحكي. غير المانيو. على على شكلها بطلت. الزبالة رجع على الطرقات. مددولا شو المجلس أحلى منا؟ قرب تنحل كلمتك مدى الحياة. أنت مو عارف يا معلم إنه ممنوع تجول الأجانب بعد الساعة 7؟ وين رايح وجاي؟ لحظة حبيبي لحظة لحظة. هاي فهمينا بالقلب أنت. هاي انحطت لإلكم مش لإلنا. ميما حبيبي. ايه مامي. بدنا نروح بكره على المدرسه كرمال لنقيس الكوستيم. اوكي مامي. وعلى طريقنا بدنا نرجع نمرق على المكتبه لحتى نشتري الكتب والقرطاسيه ومحايات واقلام جداد. اوكي مامي. وبدنا نقطع كمان على $1 نجيب جورد حلوه. اوكي مامي. لانه بدها تبلش المدرسه ولازم نتحضر.
طب إذا هيك لازم كمان نروح عند حكيم الدينين. ليه عم بيجعوك دينيك؟ بيك شي حبيبي؟ لا بس إذا لحقنا وبدنا نتحضر للمدرسة خلينا نتحضر لصريخك كمان. يا زلمة يا زلمة وقتها بدها تفتح بوجهك خلص تفتح يا زلمة. أنا كنت عم برسم على الحيطان فكرونا عم بكتب عون راجع. لا وبك ايه وقتها بدها تفتح بوجهك خلص بتفتح بعض وراي تيقولوا لي ميرسي ومين بشوف. عم تمزح ولك ايه وقتها بدها تفتح بوجهك خلص بتفتح خلص ومن وقتها شو ما بيقولوا لي بقول وين وشو ما بقول للعالم بيقولوا لي وين خلص 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 ايه عم بقول لكم وقتها بدها تفتح بوجهك بتفتح على الاخر. وعارفيني بيناتنا بحب اللعب ما تركوني لعبة ما لعبت فيها الكهرباء الماي التليفون وكل ما العب احذروا مين بشوف مين. معقول سؤالك بيخليني العب من 8 للخمسة واوقات بيخليني العب كل النهار بيعطيني بوليس ما بيحبني كتير. خلص بقى يا زلمة خلص بقى ما في بالصف قلت لك واقفين بالصف ليه فين مرحبا اهلا وحياتك انا جاركم هون بالحي اذا معك ملف فوت وقف هونيك بالصف حد الشباب لا 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 انا بصراحه قريت مقال اليوم بالجريده عم بيقولوا فيه انه في 17,000 وظيفه شاغره بالدوله شو يعني شاغره يعني الدولة بحاجة لموظفين ناقصها موظفين ايه ناقصنا كتير ملاك العجقة ما هن متكلين علينا وليك الوظايف فيش حدا يساعدنا مش عم نلحق. طيب بصراحة أنا قاعد بلا شغل وكتير بهمني الموضوع عبالك تجرب بس ما تعب الشغلة مش مشكلة منجرب بشتغل ايه عود هاي وظيفة الشغلة جرب لنشوف عود وين ها هون بيجي بعضهم؟ طيب شو بعمل؟ هوا عفوا هوا؟ اوه اوه وقت هوا من ماتك دخيلك الايسي مش ماشي هادي هوا هيك يعني؟ ايه ايه هوا طيب وبعدين؟ خليك عم بتهوي لا يخلص الدوام اوف ست ساعات يعني؟ شفت شو متعب الشغلين فاكرين قاعدين عم نطق حنك هون طيب. ايه بس بتعطى الهام يعني الجمعة اروق لانه لل 11 من هوي مش كل النهار يعني طيب مش مشكلة فرضا نعمل بدنا نشتغل ايه طيب عفوا وين فيني اقدم السي في تبعي؟ شو يعني سي في؟ السي في الكوريكولوم فيتاي لا ميكروكروم ما بتعوز شو هو؟ ميكروكروم ما بتعوز هون ميكروكروم؟ كوريكروم ليك إذا بدك الوظيفة مزبوط بدك تروح تحكي مع حدا من هولي العون شو اسمهم المشهورين هولي نبيه بري سعد الحريري بتعمل واسطة عندهم وبتجيك بيمشي حالك بس أنا هول من وين بدي أوصل لهم؟ انا ما بعرف ولا واحد منهم وما بقدر اوصل ولا لا ولا واحد مش قادر توصلهم وقلك عين توصل لهون تقول في 17,000 وظيفه شاغره يا عمي يا عمي كيف قلك عين انت بشرفك روح وصل لك عامل بنايه احسن وصل لك كسر لك راسك هلا روح عم شو بسم القتل هلا برا شو بعدك قاعد عم تعمل هون مش قادر توصل لهم خلص ماشي قالوا بده وظيفه
يا عمي خلصنا بقى يا خي تفضلوا انتوا عزيز يلا زيها بتعملوا زيها من عندك شو له يا خي بابا بيرو يا شباب طولوا بالكم بس عندي شغلي بايدي وبرجع لكم شو طول بالك هزانا المناكير ليكو شباب خلص الدوام روحوا على البيت ورجعوا بكره اوكي بس خلي واحد يفوت لعنده بس واحد روح شوي معانا صفي معانا صفيت قبلك يا خي مرحبا اهلا ليك تقبرني مسوك هول مفاتيح قفل الباب وراي احسن ما انزع مانيجيريتي انا وخذ لي الجزدين على السياره مول ما فيني احمله تستاهل دفش لقلبك يلا يابا معلم يا معلم تعال 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 حبيبي تعال اهلا حبيبي شو في سيادك قل لي لا ما بتطلع بالعالي كمان اقول لك عين تحكي كمان يا لا لحظه يا عم تحكينا بطريقه رو اربط زندك نتفه اربط زندي جايين من فوق رو طول بالك يا عيني عليك ما اهضمك اسحب لي جوالك وشوف لي قد الساعه معك حبيبي قول هيك من الاول تكرم عينك حبيبي رو هات لشو ضروري تحكينا بطريقه 7:30 حبيبي الساعه 7 يا تعال 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 حبيبي تعال وين رايح 7:30 بتقولها بعين ويحه كمان انت مو عارف يا معلم انه ممنوع تجول الاجانب بعد الساعه 7 وين رايح وجاي لحظه حبيبي لحظه هاي فهمينا بالقلب انت هاي انحطت لإلكم مش لإلنا لإلنا صبنا هاي روح حبيبي هاي انحطت لإلنا قبل بس كنا اقليه هلا نحن اكترية بالبلد يا معلم وينك مزبوط ما تواخذنا حبيبي ايه مزبوط صرنا قليه حبيبي انت سوري عليت صوتي ايه سوري حبيبي سوري زعجناك سوري ونص لكن مثلك لبناني بايخ وعم يتنكد كمان روحوا لك دربل يلا روح تاتا ايه وين رايح روح على بيتك من هون روح ما قلنا ممنوع تجول روح يلا روح لك روح لما تاكل قطلي روح يلا لشوف يا عم شو هالشعب هاد عبالي حبيبي عبالي حبيبي ساعدك ما اتركك عالحبس ما رجعك احبسك بقلبي ما طلعك